طب انا قلقان وتعبان، ايه اسهل حل؟ طب انا على السوشيال ميديا، على الواتساب، في امتحان ممكن يتسرب. وهو ده علاقه بالبرنامج عندنا النهارده، ان احنا حاسين، انا كشاب متوتر جدا، اهلي قاعدين يصرخوا فيا عشان حاسين بالمسؤوليه ان انا مش لسه مسؤول قوي، وفي نفس الوقت بيقولوا قوم يلا ذاكر ذاكر، بس انا عندي الحل السريع. ولكن مع طبعا دلوقتي الوزاره وحرصها على عدم تسريب اي شيء، ده عمل ضغط نفسي على الطالب اللي ما كانش مستعد من الاول، اللي كان مستني التسريب او معتمد على انه هيدخل يغش. أيوة. طب عايزين بس نفند المحظورات، ايه وايه وايه الحاجات المحظورات؟ هو ممنوع اصلا دخول الموبايل فون. تمام. الموبايل ممنوع دخوله. تمام. ايه تاني؟ ان اي ورقه معاك تدخل بيها، لا هو معاك قلمك ان كان حاجتك وبس. ما ينفعش تدخل معاك اي كتيب او اي حاجه جوه اللجنه، بتسيبها بره. ده مفهوم، ده اللي بيحصل على طول. ده وفي كاميرات مراقبه داخل اللجان دلوقتي. ولكن انا بس في نقطه عشان ما نطلعش بره الموضوع، هي الفكره، هل الغش هيتمنع ولا الغش اصبح جزء من ثقافه بعض الطلاب؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم على غش ثقافه بعض الطلاب اللي بيستسهلوا، وعشان كده الوزاره دلوقتي هي بتعمل حاجه، مش بس ان هو بتضمن الشفافيه او ترانسبيرنسي او شفافيه الاختبارات والنزاهه اللي موجوده، لا احنا بنتكلم دلوقتي على ماشي عكس التيار. ان انا كطالب اوريدي كنت قاعد طول السنه هادي واعصابي هاديه وما بذاكرش كتير، ماما تصرخ بابا يصرخ، انا عارف ان انا في الاخر هجيب المفيد. اصبح دلوقتي جروبات الواتساب لو اتبعت اختبار ما لاقوش هو ده الاختبار اللي حصل، فبيحصل حاله انتكاسه نفسيه داخل الاختبار نفسه. صحيح. فعشان كده هو ولي الامر لازم يقول، اصله مش بيبقى عارف حاجه عن الماده، بيبقى يعني عارف بس الاسئله اللي موجوده، حتى لو جت هي بصياغه مختلفه مش هيعرف يجاوب لانه مش عارف. موضوع تسريب الاختبار ده جريمه، جريمه في حق وطن. ان انا اعود ابني او صار يعني مجرمين بيعودوا جيل شباب ان انت هيجي لك الدنيا من غير ما تتعب، من غير اي حاجه هيجي لك كل حاجه، فدي تغذيه لثقافه غش. فاللي بيحصل في الاخر ان انا كطالب لما الاقي حاجه مبعوته لي يقول لك ده اكيد بكره، ادخل الاقي حاجه تانية، فده كده اجرام حقيقي. فبالشكل دوت الجروبات دي ساعات بس الاجرام مجرد انها مبعوته لي، مش الاجرام ان انا ضحك عليا وبعت لي حاجه تانية. لا هما الاثنين، ان انا مبعوته لي وكمان غشتك في غش في الجريمه اللي انا بعملها. فالطالب بيدخل بيجيله صدمه فبيسيب الورقه.